السكر هو ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم نتيجة خلل في إنتاج كمية الأنسولين من البنكرياس، فبالتالي كمية الجلوكوز اللي بتدخل الخلايا بتكون أقل وبيفضل الجلوكوز مرتفع جدا في الدم. السكر نوعين، تايب واحد وتايب اتنين. تايب واحد وده غالبا بيحصل للأطفال، وفيه الجهاز المناعي بيتعرف بطريقة خطأ على خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين وبيهاجمها وبيدمرها للأسف، فبالتالي بتكون كمية الأنسولين المنتجة في جسم مريض تايب واحد تقريبا منعدمة، وبيبتدي يعتمد على كمية الأنسولين اللي بيحتاجها إن هي بتتحاله من خارج الجسم. للأسف تايب واحد بيعتمد على الأنسولين بشكل كامل الخارجي. تايب اتنين النوع التاني، وبيكون ده نتيجة خلل في وزن الجسم، فبالتالي البنكرياس مش قادر يدي كمية الأنسولين الكافية اللي محتاجها الجسم، فبيحتاج محفز أو منشط أو مقاومة الخلايا للأنسولين ذات نفسها، فالخلايا بتحتاج كمية أكبر من الأنسولين عشان تاخد الأكشن، عشان تاخد الفعل بتاع تدخيل الجلوكوز جوه الخلايا. هنتكلم النهاردة عن الصيام والسكر، فأهلا بكم وحلقة جديدة. كتير منا بيكون خايف أولان على مريض السكر خلال الصيام، ومرضى السكر دول فئات متعددة على حسب الكومبليكيشنز بتاعت كل حالة، على حسب التعقيدات بتاعت كل حالة والتانية. ففي بعض مرضى السكر اللي هم في بدايات درجات السكر الطفيفة والخفيفة، وده بيعتمد على تنظيم وجباته بشكل رئيسي، وبيعتمد طبعا على علاجات خفيفة، وده مفيش مشكلة من صيامه في شهر رمضان. أما بالنسبة لتايب واحد، فزي ما قلنا تايب واحد بيعتمد بشكل رئيسي على الأنسولين الخارجي عن طريق الحقن بالأنسولين، وده للأسف مش بيقدر يصوم او لا يفضل ليه الصيام، لانه بيحتاج وجبات ثابتة وكميات انسولين ثابتة، وممكن في اي لحظة من اللحظات نسبة الجلوكوز بتاعته تنزل، فبيحتاج لاكل عاجل. بالنسبة لمرضى السكر اللي بيتناولوا علاجهم مرة او مرتين في اليوم، فدول ممكن ياخدوه خلال الليل او خلال سحورهم او افطارهم، بشرط ان السكر ما يزيدش عن 300 كحد اقصى ولا يقل عن 70 عشان البيشنت او المريض ما يدخلش فيه الهايبوجلايسيميا. حقن الانسولين، هل حقن الانسولين بتفطر؟ الاجابه لا، حقن الانسولين مش بتفطر. زي ما اعلنت دار الافتاء المصريه وكتير من العلماء ان حقنه الانسولين او انجكشن باي انسولين بيكون تحت الجلد، فبالتالي لم يدخل للجوف، وده شرط الصيام. الامتناع عن الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس، فبالتالي حقن الأنسولين مش بتفطر. حالات الارتفاع الشديد في السكر أو من يتجاوز 300 لا يفضل ليها الصيام. كذلك حالات الانخفاض الملحوظ في السكر ما هو دون 70 ميلي جرام بر ديسيليتر يفضل ليها الإفطار، لأنه للأسف ممكن يعرض نفسه للموت أو للهلاك. طيب أنت كمريض سكر تقدر تعمل أمتى تحاليلك كصايم أو كفاطر؟ تحليل الصايم بيكون بعد صيام 8 ساعات كاملين من آخر وجبة تتناولها، بمعنى لو بتتسحر الساعة 4 الفجر، إذا 4 الفجر زائد 8 ساعات صيام، فبيكون معاد تحليل الصايم بتاعنا الساعة 12 الظهر، بعد 12 واحدة اتنين تلاتة. ولكن تحليل الفطر بيكون برضو بعد افطارنا وتناول العلاج بتاعنا بساعتين كاملين، post prandial post 2 hours، بعد تناول الافطار بساعتين كاملين. بمعنى لو بيكون الفطار الساعة 6:30، اذا فبيكون تحليل الفاطر بيكون الساعة 8:30 بالظبط، بعد ساعتين كاملين من الافطار. بشرط ان انت بعد ما بتفطر في 10 دقايق المسموح ليك بيهم بالفطار بترجع تصوم ساعتين
تاني بشكل كامل. كده نكون وضحنا مين اللي يقدر يصوم من مرضى السكر في رمضان، ومين اللي واجب عليه الافطار علشان ما يتعرضش للأذى، وبنكون برضو حددنا مواعيد تحليل الصايم وتحليل الفاطر. شكرا وكل عام وأنتم بخير.